الخارج وسأله عن إمكانية استمرار هذه الثورة وهل هي ستكون مثل ثورات في ربيع العربي، فأجابه القائد بأن ذلك يعتمد على حماقة السلطة في التعاطي مع هذه الثورة. وفعلا لحد الآن كل حماقات السلطة، التعاطي السلطوي أو التعاطي الأمني أو اختيار الخيار الأمني في التعاطي مع الثوار البحرين ومع مطالب الناس هو الذي يؤجج ولحد الآن مشاعر الناس ويجبرهم على تغيير هذا الوضع.